أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سنصطحبكم في جولة لنتعرف على منطقة عين جدي وكذلك منطقة البحر الميت، إذ أننا قطعنا مسافات طويلة للوصول إلى هذه المطلة، وهنا ستشاهدون مناظر جميلة جدا لربما يستطيع الكثيرون أن يصلوا إلى هذا المكان ويشاهدوا هذه المناظر الخلابة من الأراضي الفلسطينية. هنا على يسارنا تقع مستوطنة عين جدي، لربما هناك كثيرون لا يعرفونها، وفي الأمام كما تشاهدون على امتداد هذه المساحات الشاسعة موجود البحر الميت الذي يسيطر عليه الاحتلال، وهناك جزء كبير من الفلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إليه بسبب إجراءات الاحتلال. على أي حال سنتعرف على عين جدي ونتعرف على البحر الميت من خلال ضيف عزيز. الله يعطيك العافية أبو حمزة. الله يجزيك العافية ربي، بارك الله فيك أبو حمزة. يعني عرفنا والسادة المشاهدين أكثر على هذه المنطقة الجميلة والتي نطل عليها الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا الآن يعني على الضفاف الغربية للبحر الميت المطلين على عين جدي بشكل مباشر. هذه المنطقة تعتبر من المناطق الخلابة وبمناظرها الطبيعية، رغم يعني أنه بعض المناظر فيها صحراوية لكنها جميلة جداً، وهي تعتبر المتنفس الوحيد للمواطن الفلسطيني في الظروف الحالية في جانب السياحة. طبعا هذه المنطقة هي منطقة شاسعة، منطقة كبيرة وممتدة على ضفاف البحر الميت من المنطقة الجنوبية حتى المنطقة الشمالية، تحكي من أصدم جنوبا حتى أريحة شمالا، كل هذه على ضفاف البحر الميت، وهي طبعا أراضي كبيرة جدا يعني متنوعة الأطراف، وفي كل مكان مطلة وفي كل مكان خلاب، ويجذب كثير من يعني رواد السياحة ومن يرغب بتغيير الجو إلى هذه المناطق. وفي أوقات الربيع تحديدا تجد عشرات السيارات ويعني مئات الأفراد يعني يرتادوا هذا المكان، وهذا طبعا مكان جميل جدا في المنطقة الشرقية للضفة الغربية. وأعتقد حسب يعني ملاحظاتنا نتيجة الإغلاقات الموجودة في الوطن الفلسطيني وعدم تمكن المواطن الفلسطيني من الارتحال إلى أماكن أخرى داخل فلسطين المحتلة نتيجة ظروف الاحتلال المعروفة للجميع، يعني أصبحت هي المتنفس الوحيد للمواطن الفلسطيني في هذه الأثناء، وهي للأمانة يعني مناطق قمة في الروعة وقمة في الجمال وقمة في الجذب النفسي والوجداني تجاهها، فمن يعني يرتادها لأول مرة يعني يتفاجأ بهذه المناظر، وفي نفس الوقت يعني تبقى في ذاكرته يتردد عليها مرات ومرات ولا يشبع من هذا المكان مهما كان التردد ومهما كانت الزيارة. نعم، منطقة عين جدي الكثير يسمع بها لكن ربما لا نعرف عنها الكثير، هي منطقة احتلت عام 48 على ما أعتقد. نعم، هي مستعمرة أقيمت على أرض فلسطين في عام 1948، وهي تقع على حدود يعني إذا جاز التعبير ما بين حدود 48 أو ما الأرض تم احتلال عام 1948 وحدود الضفة الغربية اللي تم احتلال عام 1967، فهي على الحدود الفاصلة ما بين المنطقتين، لكن هي عمليا تقع ضمن أراضي فلسطين التي احتلت عام 1948. نرى أيضا مزارع على ما يبدو أنها مزارع نخيل على ضفاف أو بالقرب من البحر الميت تم زراعتها واستصلاح الأرض هنا، حدثنا عنها أكثر. هذه المناطق يعني اللافت فيها كالتالي، أنها رغم أنها منطقة يعني بحرية ومنطقة الملوحة فيها عالية جدا وهي قريبة على البحر، أول شيء يعني نتيجة استغلال مياه البحر من الطرف الإسرائيلي تم تراجع المياه، وهذا يظهر يعني بشكل واضح من خلال الكاميرا كم تراجعت المياه عن الطريق الرئيسي وكانت بجانب الشارع الرئيسي، تراجعت إلى الخلف ما يقارب 500-700 متر يعني تقريبا هوائي، هذا من جانب. الجانب الثاني أصبحت هناك أراضي، هذه الأراضي تم استغلالها من قبل المستوطنين الإسرائيليين بزراعتها بالنخيل، والنخيل طبعا هي نبتة تحتاج إلى حرارة وتحتاج إلى مياه، فوفروا المياه من خلال المياه العادمة وكذلك وفروا الأراضي وتم زراعتها بهذا المساحات التي نراها، وهي أصبحت محل استثمار أو مكان استثمار للإسرائيليين وبشكل كبير جدا، وهي كذلك يعني ناهيكم عن أنها يعني هي منطقة يعني زراعية لا يعتمد على الزراعة بالدرجة الأولى، هي منطقة زراعية وفي نفس الوقت منطقة سياحية، في عندنا في الأودية عيون ماء نبع،
يعني من عين جدي وعندك عين العريجة وعندك أكثر من عين نبع تصب في البحر، وهي عبارة عن يعني مياه يعني خلينا نقول مستمرة متواصلة. طب تم استغلالها بأكثر من جانب في جوانب اقتصادية، والاحتلال يعني واضح تماما يعني كان له دور أساسي في استثمار كل هذه القضايا الزراعية والسياحية والمياه بأن يعني يثبت هذه البؤرة الاستيطانية في هذا المكان. نعم أبو حمزة، إذا ما انتقلنا للجانب الآخر، وكما تشاهدون مشاهدينا الكرام هنا جبال شاهقة تطل على البحر الميت، تحدثنا عن تضاريس هذا المكان، وهل هناك أنواع من الحيوانات البرية تعيش في هذا المكان؟ هذه المنطقة هي جغرافيا تعتبر منطقة الانهدام الآسي والأفريقي، والذي يعني يتعلم كل الناس من درس التاريخ أو درس الجغرافيا يمر على هذه المعلومات التاريخية الجغرافية، وهي كذلك مدى اللوط أو ما كان يعني أماكن كان يسكنها لوط عليه السلام وقوم لوط المعروفين، وقصته في القرآن مشهورة لا نريد أن ندخل في تفاصيلها الآن. هذه المنطقة منذ ذاك التاريخ إلى اليوم طبعا أصبحت يعني منطقة سياحية، وفي نفس الوقت فيها حيوانات برية كثيرة جدا، وأكثر الحيوانات الموجودة فيها هي ما تسمى بالغزلان البرية، أو إحنا بنسميها بلغتنا البدن. البدن هو يعني نوع من الغزلان، لكن في نفس الوقت يعني يختلف قليلا عن الغزال المعروف والمشهور، يعني فيها حيوانات برية، وكذلك فيها ذئاب وفيها ضباع وفيها فهود وفيها يعني النمر، يعني النمر المنطقة ما هذه المنطقة فيها النمر مذكور إن ذكر لكن لم نرى، لكن يعني قد بأعداد قليلة. بأعداد قليل نعم. شكرا شكرا لك أبو حمزة على كل ما تفضلت به. معنا أيضا ضيف آخر هو من سكان المنطقة، وقطعنا نحن وهو مساحات شاسعة حتى تمكننا من الوصول. طبعا منطقة وعرة جدا لكنها غير مستحيلة، ويمكن الوصول لهذا المكان. الله يعطيك العافية أبو إياد. مزيدك عافية. أهلا وسهلا أبو إياد، يعني حدثنا عن هذه المنطقة أكثر، ويعني هل بالإمكان بالفعل الوصول إلى هذه المنطقة كونها متنفس مهم ومنطقة جميلة ليأتي عليها الفلسطينيون ويزورونها؟ نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم. نعم، هي منطقة لا تخفى يعني على كل من تمكن من يعني لا تخفى على كل من تمكن من مشاهدات أنها منطقة رائعة وجميلة، وتبقى جزء من وطن من وطننا الغالي فلسطين، وهي منطقة يعني سبحان الله يعني طبيعة فيها جذابة جدا، يعني هي البحر موجود، وهي ما يسمى عندنا هان يعني متعارف عليه انه السد، يعني يقصد المنطقة تعرف بالسد او المطلة، احنا متعارف عليه بلغتنا انه السد يعني انه يعني الاطلال على البحر الميت، وهيها كمان مثلا هنا الأردن لكن مع الظروف الجوية شوي يعني مش صافي الجو، ولكن تمكننا برضو من مشاهدة المدن الأردنية ومقابلنا مباشرة اللي هي مدينة الكرك، ويعني وفي ملاحظة يعني اللي هي صحيح الأرض صحراوية لكن الفترات الأخيرة المواطنين الفلسطينيين من جنوب الخليل بالذات يعني صاروا يتمكنوا يعني يوميا إنهم يجوا مثلا على المنطقة هذه، لكن يعني من خلالكم من خلال المنبر الخاص بكم يعني حابين نوجه لهم رسالة بضرورة المحافظة على المنطقة، على نظافة المنطقة، على لأنه برضو هي بتعكس المنطقة يعني بتعكس برضو صورة لأي ضيف جديد من خارج المنطقة، يعني وطبيعي أن نحافظ على مناطقنا يعني من خلال يعني للانتماء الوطني قبل أي كل شيء، يعني قبل أي حاجة، هذا شيء. الحاجة الثانية برضو يمكن اعتبار هذه المنطقة أبو إياد متنفس لكم كمناطق بدوية أو تجمعات بدوية في شرق يطا على بحث التحديد؟ بالضبط، هي متنفس وحيد أصلا فيش غيره، يعني هو يعني إطلالته جذابة خصوصا في فترة الربيع، يعني احنا حاليا في فترة تقدر تقول يعني السعان الطبيعة صحراوية شوي، لكن لو كمان فترة إن شاء الله بعد ما يجينا المطر والغيث راح يكون إطلالتها جذابة جدا جدا، يعني خضار وربيع ومناظر طبيعية يعني ساحرة. نعم، ولربما نحن شعرنا بالفعل بالنشوة وبجمال المكان بمجرد وصولنا، كون أننا من سنوات طويلة لم نأتي إلى هذا المكان، وما شاهدناه جليا اليوم وبشكل واضح تراجع كبير لمياه البحر الميت. يعني أنا أذكر بأن مياه البحر كانت تصل حتى هذا الشارع الذي ظهر أمامنا. صحيح، هذا أكثر من عامل، في عندك العامل اللي هو المصانع،
المصانع الإسرائيلية اللي شغالة على شغلة استخراج الملح من البحر، برضو في عندك انخفاض منسوب المياه نتيجة تناقص الأمطار، عوامل كثيرة. برضو في الجانب الأردني برضو في يعني عمليات استخراج أملاح من البحر، عوامل كثيرة أدت إنه تراجع المنسوب. لكن في يعني المنطقة كمنطقة الجميل فيها إنها كعطبيعتها بجغرافيتها بكل شيء فيها يعني على طبيعته، وهي في الفترات الأخيرة يعني صارت مقصد للجميع يعني. طيب. يعني خصوصا مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي والزيارات وزرنا، ويعني صار لها يعني حضور قوي. يعني أبو ياد، وبما أن لنا مشاهدين ومتابعين كثر لصفحتنا من الأشقاء الإخوة في الأردن، هل نستطيع من هذا المكان أن نوجه لهم التحية؟ أكيد أكيد، إحنا من خلال الصفحة ومن خلال صفحتكم نوجه لهم تحية للجزء الأردني طبعا من الوطن، وهو توأم فلسطين، وبنقول لهم تحياتنا لكم يعني من خلال هالبحر ومن خلال النسمات الطيبة تصلكوا، وربنا يديم علينا وعليكم إن شاء الله العافية، ونشوفكم على خير إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا، شكرا لك أبو إياد على كل ما تفضلت به. إذن مع هذه المشاهد الجميلة ومن هذه الإطلالة الرائعة التي تشعر بالفعل بالنشوة والارتياح، يعني نستطيع القول بأن بلادنا فلسطين هي بلاد جميلة جدا، وهذا هو البحر يظهر أمامكم. وطبعا كما قلت بأننا حتى من هذا البحر، بحرنا نحن محرومون، وهناك إجراءات للوصول، إلا أننا من خلال هذه الطريق البرية الوعرة تمكننا من الوصول إلى الجزء الجميل من وطننا، واستطعنا أن ننقل لكم صورة البحر الميت الذي تراجع بشكل كبير، وعلى الضفة الأخرى من البحر تقع الأردن ومدن الأردن، وبالتحديد الإخوة في مدينة الكرك الذين طبعا نوصل لهم سلامنا وسلامنا للإخوة الأشقاء في الأردن أيضا. وإن شاء الله ستزول هذه الحدود ونصبح نتزاور ونصبح يعني أكثر قربا من بعض. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.